وأخيرا أزيح الستار عن القبة الذهبية التي تعلو ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف بعد إعادة تذهيبها بشكل كامل. أكثر من 12 ألف طابوقة تم طلاؤها ب 180 كيلوغرام من الذهب الخالص، نصفها من ميزانية الوقف الشيعي. تم صرف حوالي 180 كيلوغرام من الذهب، أكثر من نصفها بتمويل من ديوان الوقف الشيعي والباقي من خلال المتبرعين. تم طلاء حوالي 12 ألف قطعة نحاسية تم طلاءها بالذهب لإنجاز هذا المشروع بالكامل. عملية الإعمار التي تمت على مرحلتين تضمنت إصلاح وإعادة نفس الطابوق الذهبي القديم في محاولة للحفاظ على عمقه وقيمته التاريخية، كما أزيلت الآثار التي تركها قصف قوات النظام السابق للقبة في انتفاضة عام 1991. كل طابوقة أكثر من 200 سنة، فتم إعادة صيانتها وتهيئتها، وبنفس الوقت تم تصنيع ما كان قد أنزل من فوق القبة الشريفة، هو التاج الذي كان محطوط الذي أنزل في العهد البائد. تم تصنيع تاج آخر بنفس المواصفات ونفس الشكل. وتمثل عملية إعادة الإعمار هذه الأولى من نوعها منذ تذهيب القبة أول مرة قبل 200 عام كأول قبة في العتبات الدينية يتم طلاؤها بالذهب زمن الدولة الصفوية بعد أن كانت مغطاة بالكاشي. نادر شاه كان هو الأول الذي ذهب القبة بعد أن كانت مكسوة بالكاشاني. مضت أكثر من 200 عام ولم تجدد القبة ولم يجدد التذهيب، حيث بقيت معالم التصميم للعلامة الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه إلى يومنا هذا، وحتى عندما أعيد تذهيب القبة المباركة العلوية حرصنا على إعادة نفس الوحدات الذهبية بإعادة تذهيبها، وهو أمر ليس بالسهل والميسور. وقد أقيم حفل خاص بالمناسبة بحضور ديني وعلمائي ورسمي وشعبي كبير. وأخيرا أزيح الستار عن أول قبة تم تذهيبها في العتبات الدينية بعد إعادة تذهيبها بعد 200 عام من التذهيب الأول. راج نصير، الحرة، النجف الأشرف.